طيب يعني علشان ده انا بس حبيت اخد بس بعض المحطات في بعض المواقف اللي انت اثرت بيها بلبلة. احنا عندنا حتى الصورة اللي انا قلت لك عليها وما كناش لحقنا نجيبها بتاعت تغذية التعصب، الاشارة الى انه ادي جمهور الاهلي هيبقى شكله كده، صاحبك اللي بلطم على خده ده. فين الصورة يا جماعة نشوفها؟ بالاضافة الى اهو، يعني ده الاهلي اتهزم. بس انا ما قلتش الاهلي، يعني ما قلتش الاهلي بيعمل كده، انا ما قلتش جماهير الاهلي، ما قلتش جماهير، لا انا قلت هم حالهم بقى كده، حالهم بقى كده، بس ما سميتش اسماء. ممكن اقول الحقيقه قصدي على اي حاجه تانية، يعني يوم اتهزم فيه الاهلي وده حالهم بقى كده. ما هو الجانب الاخر في ناس بتعمل كده، يعني في ناس في النادي الاهلي اكيد بتعمل كده بس بدون ذكر اسماء يعني. طيب وبتاع الفلفل، قرن الفلفل ده يعني اللي انت قعدت عملت له خطه؟ لا والله ولا خطه ولا حاجه، هي يعني كانت جت كده. انا و انا انا اقول انا واينو بقى صاحبي اينو اللي بشعره طويل اللي هو اسمه محمد حسنين واحمد وعبد الله. ولو انتوا بايه بقى؟ انا اسمه يا استاذ وائل. لا جبنا تفاصيل فكاهيه، هم اللي عملوا مش انا. هم جابوا حاجه كده من البنات تحطها على الضفر دي، و المناكير الاحمر ده هم قعدوا يلونوه بقى وبتاع. اينو وعبد الله وتوتو قعدوا يلونوه كده ولحد ما طلع الشكل ده. وجاب ده، جابوا ناس بتصور بقى، وانا رحت جاي انا اللي واخد السكسي في الاخر. طب مش كل ده اهدار لوقت وتفكير انا عندي تمرين ساعتين، بعد الساعتين ما قاعد بقى اكلم الحاجه، اكلم اخويا، اكلم اخواتي، اطمن على اليوم كده. فما فيش مانع انك انت تعمل بعض المداعبات يعني، بس حاجات عاديه يعني، بس الناس هي اللي بتكبر.